اسم ديالي حمزه التيمي، لاعب اهلي العوامه. كما شاهدت المباراه اليوم خسرنا 1-0، خصم رجع الله ورد مع هدف اللي ماركاو من ضربه خطا. الخصم معود يحافظ على النتيجه ديالو، ما ساعدناش الحظ، الكره كانت مسكنه في رجلانا، ضيعنا بزاف الفرص الثانيه حتى التسجيل. الكره هي اللي كتبقى فيها غول كساره تعادل، نوبه اللي ما جا ان شاء الله. كيفاش كتشوف المباريات المقبله بالنسبه للفريق ديالكم؟ ان شاء الله احنا كنا ماشيين بواحد الريتم مزيان مع المشكل اللي كاين، وما الدراري ديالنا ما كينضبطوش في التدارب. هذا اللي كما لاحظتي في الرابع ساعه الاخيره اللياقه البدنيه جوج لاعبين ديالنا طاحت، وهذا السبب ديال اللاعبين ديالنا ما كينضبطوش في التدارب ديالهم. ان شاء الله احنا في المرتبه الثانيه نعد نقولوا الكلمه ديالنا. احنا كنا ماشيين في الاول مزيانين، كنا علينا نوصلوا للصداره، خسرنا مع متصدر السيمانه اللي فاتت. دابا الدري ديالنا باقيين كيعيشوا الضغط النفسي داد المباراه اللي فاتت، اثرت علينا بزاف، مي الحمد لله دابا نقول كلمه تغلبوا على هذه الصعوبات ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا، كنتمنى لكم التوفيق. شكرا سي محمد، شكرا طنجي سبور على الاستضافه.